السيدة مريم عوض، والتي تعذر حضورها بسبب السفر للخارج والهيئة التدريسية. أود أن أرحب في ضيوفنا الكرام الذين جاءوا لمشاركتنا في افتتاح وحضور فعاليات الوعي الصحي والذي سيستمر على مدار يومين ابتداء من اليوم. وفي هذا اليوم سنتعرف على العديد من النشاطات التي أعدها طلبة سنة ثالثة ضمن مساق صحة المجتمع، وبإشراف معلمي المادة السيدة مريم عوض والأستاذ إيهاب شحادة، لهم جزيل الشكر والعرفان. ولا يسعنا إلا أن نتذكر أيضاً وقفة مشرفي التدريب الميداني السيدة جهاد صباح والسيدة سهام الوعرة بإنجاح هذا اليوم. إن اختيار مواضيع التثقيف الصحي من قبل الطلاب لهذا العام كان مبنياً على أكثر الأمراض انتشاراً في فلسطين من أجل الحد والتقليل من انتشارها. ومن هنا فقد قام الطلاب بالتواصل مع العديد من المؤسسات الصحية المعنية من أجل التحضير المشترك لفعاليات هذا اليوم الصحي. في النهاية أود أن أثني على المجهود الكبير والمميز الذي بذله طلاب سنة ثالثة تمريض ومعلميهم على مدار أسابيع للتحضير لهذين اليومين. كمان ذلك زاوية العناية بالصحة وصحة الأسنان والعيون، زاوية الصحة النفسية، زاوية هشاشة العظام وكيفية تجنبها، زاوية ضغط الدم والسكري، زمرة الدم، زاوية مكافحة المخدرات، زاوية أهمية التغذية السليمة، زاوية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي، وزاوية أهمية الموسيقى في تجنب الأمراض والتخفيف من الضغوطات النفسية. بالنيابة عن زملائي وزميلاتي أود أن أتقدم بالشكر لمعلماتنا ومعلمينا على كل ما قدموه ويقدموه من جهد وإخلاص في عملهم. أساتذة أجلاء لا يبخلون على جميع أبنائهم. أتقدم بالشكر بالنيابة عن زملائي عن كل المؤسسات اللي أجت ودعمتنا في هذا اليوم وشاركونا وأخذتنا بالشكر.